مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده مباشره على الهواء من برنامج بروح رياضيه. من اصعب الاشهر في السنه على عشاق الرياضه وتحديدا كره القدم، الفتره الممتده ما بين تموز والاول والمنتصف من شهر اب اغسطس، لانه الدوريات البطولات تتوقف، فتره راحه لكل اللاعبين، وبالتالي يخف وهج كرة القدم في هذه الفترة. ولكن طبعا قبل يعني أن ندخل بهذا التوقف يعني المؤقت، التوقف الصيفي، كان هناك الكثير من البطولات التي انتهت. آخرها كان كأس الأمم الأوروبية بتتويج إسبانيا، كوبا أمريكا بتتويج الأرجنتين، حتى في لبنان تأخر الدوري اللبناني كثيرا حتى انتهى بتتويج نادي النجمة. واليوم نحن على أعتاب الأولمبياد، أيضا سيكون هناك منافسات مخصصة لكرة القدم بمشاركة 3 منتخبات عربية، وهي طبعا مصر والعراق والمغرب. في هذه الحلقة سنتحدث في القسم الأول والقسم الثاني طبعا عن البطولة المحلية اللبنانية، عن أيضا البطولة الأوروبية وبطولة أمريكا الجنوبية. أرحب معي في هذه الحلقة بالكابتن جمال الحاج، ضيفي للحديث في كل هذه المواضيع، وهو كان في الفترة الماضية أيضا قريبا جدا من كأس الأمم الأوروبية بمشاركة خارج لبنان. كابتن جمال، أهلا وسهلا فيك مرة جديدة معنا بروح رياضية وبالأم بي أن. أهلا وسهلا فيك وبجميع المشاهدين، ولنا الشرف طبعا نكون معك. أهلا وسهلا فيك. طبعا هذه الفترة مثل ما ذكرت بالمقدمة، الفترة هلأ بتكون هيك ناشفة، لأنه ما بيكون في مباريات، ما بيكون في شيء. هلأ حق اللاعبين يرتاحوا بعد موسم طويل، ولكن أصاص للمحبين هذه الفترة. خلينا نبلش من هذه النقطة. في محاولة وكأنه من كامل الاتحاد الدولي لكرة القدم وحتى الاتحادات القارية على استحداث بطولات لتكون الصيف حتى موجودين فيها اللاعبين وعم بيلعبوا. قد ايه ممكن يتحمل لاعب كرة القدم بكل هذا الضغوط او هذه الضغوط اللي عم بتصير عليه؟ حقيقة هذا موضوع كتير مهم، هذا كتير مهم، لأنه على الاتحاد الدولي الفيفا أنه يحاول ياخد بعين الاعتبار اللاعبين وسلامة اللاعبين والمستوى الفني للعبة، من بسبيل تسويق اللعبة والاستفادة منها واستنزافها لآخر مدى. بعتقد عم يجهد اللاعبين وعم يجهد الفرق، وهذا بيكون كله على حساب المستوى الفني، مستوى الفني للأندية وللاعبين والمنتخبات. بالتالي هذا بيفقد جماليتها للعبة. وكله إذا عم نسمع نقد كتير بهالأيام عن أنه المستويات الفنية هابطة إلى حد ما بلعبة كرة القدم، بعتقد سببها الأول هو البرنامج أو الجدول المكثف للاعب كرة القدم اللي عم بيكون مجهد من خلال كثرة المنافسات والمباريات. دائما بنهاية الموسم أو إذا مش بنهاية الموسم الاعتيادي يعني بالبطولات المحلية، عم نشوفه بالبطولات القارية أكثر عرضة للإصابة، أكثر عرضة للجهد البدني، ولهيك بيقول إنه ليش المستوى مختلف مثلا لما يلعب مع المنتخب غير لما يلعب مع النادي. بينسوا يمكن انه فكره انه في اجهاد، في ارهاق، في كثير تفاصيل بدنيه بتلعب دور. صحيح، والدليل انه انت لاحظ الفرق اللي بتوصل بالمنافسه بالحسناء الموسم بتكون على الاخر بتلعب على الاخر بالدوري بتحرز البطوله البطل او الكاس، وحتى بالشامبيونز ليج بتوصل للاخر، بتلاقيها وقت ما بتروح تمثل المنتخبات بتلاقي بحزيران بتكون مجهدة ومتعبة، لاعبينها ونجومها كلها متعبين، أو أقل ما يمكن ما حيقدم بنفس المستوى أو بده يتعرض للإصابة طبيعي. فبالتالي هذا أمر طبيعي، وهذا المفترض الاتحاد الدولي بيفتش كيف بده يخفف عن اللاعب، مش يزيد. لكنه العقلية دائما كلها هي تجارية، تسويق وتجارية، وهذه مضرة للعبة كرة القدم على المستوى الفني المستقبل. تتوقع صرخة من اللاعبين بعد سنوات مقبلة؟ يعني مثلا على سبيل المثال، يعني بالدوري الامريكي لكرة السلة من زمان مارادونا كان يطلق الصرخة. بالدوري الامريكي لكرة السلة بعد جهد جهيد اللي هو الان بي اي، صار في رابطة لاعبين بهدول، هن بيتحكموا بكل الرزنامة اللي بدهم اياها لا ما يكون في عندهم اصابات. وهيدا تتوقع نشوف هيك شيء بكرة القدم؟ ممكن اذا صار في تمادي ممكن. وهي الصرخة من زمان، دييغو ارماندو مارادونا كان اطلق الصرخة من زمان وكان يندد بهذا الموضوع. شفنا بيلسا من فترة كمان اطلق صرخة، حكي كلام كتير جوهري، أطلق صرخة بالنسبة للتنظيم، بالنسبة حتى بيقصد فيها موضوع كثافة المباريات للعيبة والضغط اللي عم يتحملوه اللعيبة. فبالتالي هذا إنسان وهذا بشر، مفروض الفيفا يلحظ هذا الأمور ويحاول حتى تبقى اللعبة وجماليتها، يحاول أنه يخفف شوي من الضغط على اللاعبين. طيب سنبدأ المحاور بدءا من البطولة المحلية اللي انتهت بفوز نادي النجمة بلقب طال انتظاره بعد 10 سنين غياب عن الخزائن، وهو لقب الدوري بعنوان عريض. استحق النجمة البطولة؟
الى حد ما فيك تقول ايه يعني بالنهايه النجمه بكره لعبه كره القدم هذه اخطاء، لعبه اخطاء. نعم بعتقد كل اللي شاف التحضير ببدايه البطوله، التحضيرات قبل الموسم، ما كان بيتوقع انه النجمه يكون له حظوظ كبيره بالفوز بالبطوله. فاجأ الجميع، كنا شايفين انه فريق الانصار حظوظه اكبر، فريق العهد حظوظه اكبر، لكنه هيدي لعبه اخطاء. النجمه قلل اخطائه، بالمقابل البعين زادوا أخطاء. بالامتار الاخيره زادت اخطاء، خاصه الانصار بالفتره الاخيره ارتكب اخطاء خلت نادي النجمه اللي بفتره معينه وقت ما عاد استقدم المدرب دراجان قدر يعمل استقرار بالفريق. وجود ربيع عطايا بالمجموعه عطى فعاليه للمجموعه، والفريق كان عنده استقرار والدعم الجماهيري اللي كان ملتف حواليه وخلتهم يلعبوا بدون ضغوط. يعني انا شفت انه الفريق عم يلعب بدون ضغوط، عم يلعب بذكاء وقدر ما يخسر نقاط بالمباريات السهله، وبالتالي عرف يتعامل مع المباريات الكبيره. يعني اذا بتيجي تقول انه بلقاءاته مع الانصار، الانصار بكل اللقاءات فاز يمكن عليه يمكن 4 مرات، لكنه بالمباراه الحاسمه اللي فيها ضغط المباراة الأهم لأهم قدر النجم يعرف يتعامل معها ويفوز فيها، وبالتالي بعتقد ايه كان بيستحق ياخذ البطولة. وهذا أمر مفيد للعبة، وهذا أمر حيوي للعبة. شفنا إنه في فرحة عارمة بالبلد، الجو تغير، بيعطي تنوع، بيعطي حقية لكل حدا ممكن يكون إنه يجتهد وينافس، ما محصورة بفريق ولا اثنين، لا التنوع 3 و4، ليش لا؟ النجمة يرجع على المنافسة، هذا حافز للنجمة وللعبة وللأندية الثانية لحتى كمان تعود تسعى لتطور حالها. بعتقد الأجواء كانت إيجابية بهذا الشكل بهذا لا شك بأنه المنافسة كانت بالفترة الماضية عم تكون ثنائية، إن كان نجمة عهد، إن كان نجمة أنصار، إن كان أنصار عهد، إن كان عهد أنصار بالسنوات الماضية. ولكن اليوم دخول النجمة أو عودة النجمة مرة جديدة لمكانه الطبيعي برأيي أنا اللي هو المنافسة على البطولات، وأنت خير من تتحدث ربما عن النجمة كونك أيضا لديك تاريخ مع هذا النادي وتعرف معنى الفوز بالبطولة، رغم أنه الجمهور مطالب كل سنة النجمة بدوري، وإذا ما بياخد الدوري ما مشكلة، ما لنا مشكلة، يعني القاعدة الجماهيرية ما بتتركه بتمشي. طيب اليوم قد إيه إذا بدي أحكي على الأنصار ولو لدقيقتين ثلاثة، نفسيا لما أنت تفوت على مباراة حاسمة لبطولة الدوري وأنت التعادل يكفي للفوز بالبطولة، وين أخطأ يوسف الجوهري بحساباته لهيدي المباراة بعد أن كانت هي يعني بإيدتين مسكة فلتت من إيده راحت للنجم؟ ما لك، ما تنسى أنه يكون عندك خيارين أصعب، أنه أنت التعادل أو الفوز هو أصعب على المدرب. لو الأنصار بده فوز فقط كان الأمور مختلفة. أحسنت، النجمة عندهم خيار واحد الفوز، ظهرهم مثل بقول الحياة ورايحين عندهم هدف واحد، فبالتالي على الجهاز الفني أثناء الأسبوع التحضير سهل الأمور، عارف شو بده، بحضر الفريق معنويا نفسيا، طريقة اللعب، شو بده من المباراة، شو أهداف، شو الأدوار اللي بده يعطيها للعيبة، وكيف بده يلعب المباراة، سهل عنده، ما عنده خيار إلا الفوز. بينما الجهاز الفني بالأنصار عنده تحدي أول خلال الأسبوع، أنه أنا شو بدي أعمل، شو بدي ألعب، عندي تعادل أو فوز، بلعب للتعادل أو للفوز، كيف بدي ألعب لأحصل على التعادل أو الفوز. يعني أنه يختار وحدة منهم صعب كتير. بس هو مش مفروض تكون سهلة؟ الفوز هو لازم يكون الفوز سهل. سهل التعامل خلال 90 دقيقة، سهل يا خلال 90 دقيقة، أنت عندك تو تشويسز، أنت بالمباراة بتقول هذه سهلة، لكنه تحضيرها أثناء الأسبوع نفسيا، تحضيرها نفسيا وذهنيا، وأنت كيف بدك تحضر الفريق فنيا وتكتيكيا، شو بدك تلعب، تلعب للفوز ولا للخسارة، بتهاجم ولا بتدافع، أي أسلوب دفاع بدك تعمله، أي أسلوب، هذه كلها أسئلة بده يجاوب عليها المدرب نفسه، ويحاول يختار الأجوبة الصحيحة لحتى يطبقها يوم المباراة. يوم المباراة 90 دقيقة صارت سهلة، عنده خيارين، لأنه يعني كيف بده يحضر للمباراة، هيدي عامل مهم صعب جدا على المدرب، على أي مدرب ممكن يكون عنده خيارين. بعتقد إنه شفنا الأنصار عم يلعب بتشكيلته المعهودة الهجومية، لكنه ما شفنا إنه الفريق كان عم بيهاجم. الفريق عدد كبير من اللاعبين ما كانوا بالمستوى. بعتقد إنه التحضير الذهني يمكن لأنه للسنة الثانية على التوالي بيوصلوا للمباراة الفاصلة، ما كانوا ذهنيا يعني لمست كان تراخي؟ لا بالعكس، تراخي نفسي، ما بديش اقول تراخي، قلق يمكن، قلق زايد يمكن، زياده مثل التراخي. لا بعتقد انه كانوا تحت الضغط اكثر، النجمه كانوا متحررين اكثر، لاعبين النجمه كانوا متحررين اكثر، تحضيرهم الذهني كان واضح جيد ومرتاحين ومتحررين وعم يلعبوا باريحيه اكبر،
وطريقه اللعب اللي بيلعبها النجمي وبيلعبها دراجان بتناسب هذه الشخصيه وهذه الذهنيه، انه هو بحب الاستحواذ، ما بيهاجم بزياده عدديه، بيلعب بدون مهاجم، استحواذ، بيعمل كثافه عدديه بنص الملعب، بحب الكره دائما يمتلكها، هيدي بتخلي اللاعب دائما وقت ما عم عنده استحواذ على الكره وعم يلعب بتخليه نفسيا مرتاح وداخل باجواء المباراه اكثر، وبالتالي بيعرف يتعامل مع المواقف والظروف بشكل اكثر. لكنه كله هذا كلام نقدر نقول هون أخطأ وهون أصاب. النجم قدر بآخر ثواني يفوز، وهذا كان يعني مثل بقوله موفقين، وكانوا هذا نتيجة إصرار وتصميم على أنه هن بدهم يفوزوا بالمباراة، والله سبحانه وتعالى قدر يوفقهم بأنه يفوزوا بالمباراة ويحضروا بطولة. يوم مهمة دراجان أصبحت أصعب بعد التتويج بالبطولة؟ أكيد. شو المفروض يعمل هلا بعد ان توج ببطوله كانت غائبه؟ يعني اليوم في تغيير مش بس نمطي، تغيير بشكل كامل بالنادي، وشفنا كمان رئيس النادي اليوم اعلن عن تغييرات بكل الاداره بنادي النجمه والاجهزه الفنيه، وبالتالي مرحله جديده. شو مطلوب من المدير الفني بعد ما يكون احرز لقب غائب سنوات عن الفريق؟ لا شك هو هلا بمهمه صعبه كثير، واللي عمله هو انجاز كثير كبير انه يحرز نادي النجم اللقب بالبطوله، من بين الانصار والعهد الفريقين متخمين بالنجوم اللي بيملكوا استقرار. كلنا بنعرف انه الميزانيه بالنجم اقل، ميزانيه الماديه اقل من العهد والانصار، فبالتالي اللي عملوا انجاز. وهذا بيعني انه بعض الاحيان الصدق والاخلاص والابداع والتعامل، معرفه التعامل وكيفيه التعامل وعدم ارتكاب الاخطاء بيعوض، بيقلل الفوارق بينك وبين المنافس، وهذا اللي صار مع نادي النجمة. زيد العيون انه اذا انت كان خلفك جمهور هذا بيعطيك كمان اضافة معنا بطبع. يعني فمشان هيك انا برأيي انه هلا اللي عمله انجاز كتير كبير، ولانه انجاز كتير كبير كلنا ما كنا متوقعينه، فبالتالي هلا صارت المهمة اصعب عليه عشان ما يكون هيدي فلتة شوطه فقط، يعني يرجع يغير نادي النجمة 10 سنين. هلا المهمة اصعب لانه كمان الفرق ما احتقبل بالخسارة اللي تعرضت لها، إن كان الأنصار ولا العهد ولا هلا شفنا العهد تحديدا عم نشوف الصفا داخل على الخط بمشروع جديد، في أندية كتير يعني بدها تنافس. بعتقد المفروض يكون في تقييم واقعي ومنطقي بهدوء، لا في خوف من اللي جاي، ولا في كمان مثل بقوله شردان أو عدم معرفة إنه لا نحن في هون أخطاء، في مطارح بدها تصحيح، في مراكز بدها تصحيح، في لازم نحضر نجيب اجانب على مستوى عالي، في مراكز لازم نجيب فيها لعيبه لبنانيه. موضوع الاجانب تحديدا مع نادي النجمي كمان صار له سنوات لم يكن مسلم، يعني تخيل انه اقل فريق استفاد من اجانب النجمي واخذ بطوله. صح، اقل فريق استفاد من الاجانب نادي النجمه، ودائما كان في صرخه من الجمهور ومن الكل انه الاجانب مش على المستوى، ما بدنا اجانب وتبديلات، وبالتالي اخذ بطوله. لك المفارقة وين؟ فبالتالي بعتد لا الأمور صعبة، لازم يكون في تقييم موضع ومنطقة، وكمان مطالب كمان أنه الرأي العام والجمهور النجمي كمان يلتف حول الفريق ويعرف أنه الأمور مش دايما أنه ممكن تكون بالمسار اللي هو بده إياه مثل ما بده، فبالتالي أنت عليك تعمل الشغل المزبوط، تحاول تطور مستوى الفريق وتعلي مستوى الفريق، والمنافسة وين بتروح بدك تشوف كمان المنافسين يعني كمان لهم دور بهذا الموضوع. تحدثت عن الأنصار، تحدثت عن النجمة، ما فيني أغفل ما أحكي عن نادي العهد اللي موسمه غريب عجيب، البداية ومن ثم المشاركة الأسيوية ومن ثم الخسارة بالنهائي، بعد ذلك تراجع بالدوري، بعدين يعني غيابه عن المنافسة على الدوري، رغم أنه نادي العهد خليني أحكي أنا وياك يمكن هو أكثر نادي جاهز بالمقاييس الرياضية، هو نادي مفروض أنه كل موسم منافس، اذا ما بدي اقول كل موسم بياخذ البطوله. شو كيف ممكن نادي بحجم نادي العهد يقع هيك وقعه، وهل مسموح؟ يعني ما شايف ان الامور هالقد كارثيه بالعهد، يعني ما بعتبره موسم فاشل، يعني مثل لانه اذا انت بتشوف انه العهد وصل نهائي كاس الاتحاد الاسيوي، اخذ بطوله غرب الاتحاد الاسيوي، وهذا يعتبر انجاز على مستوى الدوري كان عم بينافس. نحن خلينا نحكي ما بعد لما قبل على الدوري، على مستوى الدوري كان عم بينافس لاخر لحظه، يمكن خسارته من مباراه نهائي كاس الاتحاد الاسيوي مع مباشره وراها كان عنده مباراه نجمه مع انصار، يعني تقريبا خلال 10 ايام تلقى 3 خسارات
هولي مثل ما بقولوا عملوا انهوا الموسم انهوا الموسم عند الفريق، يعني هي اسبوعين انهت له الموسم، خاصة المباراة الأخيرة مع الأنصار بصغرتها اللي كان فيها على المستوى الفني متفوق بصراحة، لخسارة 3-0 لكنه كان من أجمل المباريات، المستغرب من أجمل المباريات اللي بقدمها فريق العهد، لكنه خسرها وفقد أمله بالبطولة، فبالتالي على مستوى الآسيوي هو حقق نجاح معين، وبعتقد إنه على المستوى الفني، على مستوى النتائج، على مستوى التحصيل، حتى على مستوى التحصيل المادي هو عوض شيء من موسمه، بالتالي منها الخسارة الكبيرة. الدوري ما كان موفق بمباراتين، هي ما هي بالثلاثية أمرات، مباراة بتخليك بالسباق ومباراة بتخرجك من السباق. أتمنى شيء مباراته مع الأنصار ما شايفه موسم كارثي، خرجته من السباق، لكنه هون هو من بعدها قطع الأمل، تخلى يمكن عن اللاعبين الأجانب، حتى بعض يمكن اللاعبين اللي خلص، وبدأ أنه عم بيقطع الموسم كيف ما كان، يعني لدرجة أنه يمكن بعد بتذكر أنه موصل لمباراة نهائي الكأس مع الأنصار اللاعبين على قد اللاعبين والموجودين، ما عنده بدلة، فبالتالي لا منه كتير يعني موسم كارثي، دائما بس نفوز لازم نحط الامور باطارها الفني التقييم الصحيح، وبس نخسر كذلك الامور. فانا بشوف انه شويه كمان تقييم ونشوف الاخطاء اللي ارتكبت ممكن تتوقع الموسم الجاي بيعود العهد منافس جدي جدا على اللقب، يعني هو دائما لما يخسر الدوري بيرجع تاني سنه اكيد بيخطف الدوري على انا بكير. بتوقع النجمه والانصار والعهد حيرجعوا بقوه، وممكن نضيف لهم كمان فريق الصفا اللي يبدو انه عنده مشروع وعم بيحاول يعمل فريق، كان عم يمشي مشروع للاستاذ رامي بيطار على يعني على مهله عم يمشي، يعني موسم موسم بالتعزيزات والتعاقد، يعمل فريق قوي ممكن يقعد يدخل على المنافسه معهم. صحيح، وانت بتشوفها شغله جيده انه اربع فرق تنافس على البطوله، خمسه وسته، خمسه تنافس. نتمنى كان فريق البرج يبقى الاستاذ فادي ناصر لنشوفه بعده منافس، نتمنى كمان كان الساحل يحاول يكمل اللي عمله السنه الماضيه بل يزيد، لكنه عم نشوف بيدخلوا ناس بيقلوا ناس بيخرجوا ناس، يعني هذه كرة قدم بلبنان. طيب بيبقى عندي بالموضوع المحلي شقفتين احكي فيهم، الشقفة الأولى العلاقة ب نظام الدوري، وضع نظام الدوري اللي لعب فيه كان طويل كتير نظرا للتوقفات ونظرا لرزنامة. أول شيء تعليقك على هذا النظام، كيف شفته أنت كمراقب؟ جيد يبنى عليه ولا لابد من التغيير مره جديده؟ لا وقت ما الدوري بيخلص بتموز 11 تموز خلص، لا هذه نحن ارتكبنا، بقول نحن لانه نحن جزء من العائله، يعني بعتقد بعده هذا امر ما صار، ما حصل، لا ما المفروض، لازم نتداركها هيدي، وهذه ما لازم تتكرر الامور. برنامج ينتهي الدوري بتموز مشكله كثير كبيره، المنتخبات خلصت، منتخب نحن بعدنا ما خلصنا، هذه بتسبب عبء كبير على الأندية، على المدربين وتحضيراتهم، على اللعيبة تعبهم وملالهم، الحافز انت انعكاساتها يمكن تكون بسنة الجاي مش هلأ، انت هلأ شو اللاعب شو عطى الراحة الفرق، شو عطى الراحة، عم تقعد تبلش تحضير، خاصة انه برنامجنا الجديد كأس لبنان، مش نخبة، مش كأس اتحاد محلي، يعني مش دورة محلية، مش كأس تحدي ولا كأس تنشيطية، انت بطولة رسمية، يعني إذا الفرقة بتبلش بآب التحضير بعشر آب كأس لبنان مباريات رسمية، فهون بدنا ننتبه كيف الأجهزة الفنية والأندية بدهم كيف يحطوا برامجهم، قد عطوا لعيبة راحة، كيف يحضروا الفريق، كيف يفوتوا المنافسات الرسمية، وموضوع الوقت للانتدابات، انتدابات اللاعبين الأجانب ولا تغيير اللاعبين المحليين، وتشوف شو بدك مراكز، الوقت ضيق كتير، يعني تأخير الموسم الماضي حيأثر سلبا على التحضير للموسم الجاي أكثر. ضيق الفترة التحضيرية. صحيح. اليوم كان في فكرة أنه ينعمل الموسم الجاي مرحلة الذهاب وبعدين رباعيات، أول أربعة من فوق وآخر أربعة من تحت، واللي بالنص بيخلص الموسم عندهم. رجع تم التعديل أنه نرجع على نظام السداسية. بتمنى يعني كتمني أنه خلص نصير نلعب دوري عادي، نلعب بطولة عادية. بفهم أنا أنه إحنا بلشنا هذه الأمور لنحاول نخلي ضمن الفير بلاي نظام يحمي الفير بلاي، يكون ما في مجال كتير للتلاعب لكنه خلص لازم نعرف بعد هالتجارب كتير، بعد ما حاولنا كتير وعم نعمل انه لازم اذا ما قعدنا ما غيرنا بالعقلية، يعني خلص ما حتتغير بأي نظام ممكن بده يتلاعب بيتلاعب، اذا هلأ نحن قدي انت كاتحاد عم توضع انظمة لتخفف التلاعب، اذا نحن بعدنا ما تغيرنا بالعقلية فمعناتها مش حنتغير بأي نظام، فأنا بتمنى يوم الأيام نوصل خلص لنظام عادي، نظام عادي نلعب دوري منتظم عادي، نلعب دوري عادي، يعني حسم نقاط، لانه هلا موضوع حسم نقاط قد ايه هو ممكن مفيد بال
دايما ابقاء على المنافس وروح التنافس. ان انت فرق ما انت تروح على السداسيه ومفارق بنقاطك فريق فريق او اثنين او ثلاثه عن باقيين وتقلل، اذا فتت كان فرق 10 نقاط على النص بصير فرق 5 نقاط، بتخلي موضوع الحافز والامل والطموح لكل فريق حتى تزيد التنافسيه. لكنه شو كيف تلقاها الانديه؟ تلقوها خلص، ما احنا بالسداسيه بنظبط الفريق، بالسداسيه بنجيب اجانب، هلا ماشي كيف ما كان، ما تلقيناها بطريقه انه لا نستفيد من هالجزئيه، نشتغل صح كل الموسم ونعرف شو بدنا واذا ممكن نزيد لا صار 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 يصير امراض في تراخي او اهمال بالبدايات، كمال انه بس اوصل للسداسيه ببلش تحضير، فبالتالي يعني ما عم نكون عم نشتغل صح، يعني بروتوكول لعبه الفوتبول ما عم تكون بالشكل السليم. فانا بتمنى يوم من الايام لا نوصل لنظام عادي خلص مثل هالبطولات وخلص. اذا نحن عم نرجع لك اذا عاليتنا ما تغيرت ما ولا نظام بيقدر غيرنا، مثل نظام اللاعب الكبير والصغير. يا عمي برشلونه اذا لعب جمال معه لمين؟ يمال جمال هاي السنه بيكون هاي السنه الثالثه عم يلعب 17 سنه، نص موسم او من الموسم الكامل الماضي وهل ومودريتش عم يلعب عمره 40. الفوتبول ما بيعرف عمر، الفوتبول بيعرف اداء. مدرب انت عندك منظومه الافضل اللي بيلعب، هنا عم بيعتمدوا المشكله هنا عم بيعتمدوا على انظمه على انظمه يعني على يعني تحدي يعني دولي عم نجي اضطروا نحطوا نظام الكبير بالعمر واجبارك على اشراك الصغير كرمال تتجرأ. طب ما خلص يعني اذا انا ما تغيرت عقليتي ما تغيرت مش حيمشي الحال، مش حلعب صغير ومش حشيل كبير او مش حلعب مش يعني المفروض انه نحن نبلش نتغير كمان ونعرف انه كره القدم تغيرت، كره القدم تغيرت. احنا ليش بنزقف بعدين بنظام ليش بنزقف لما اللاعب الصغير اللي برا بيلعب وعندنا ما بنجرب؟ ليه؟ هون بصير عمره 25 شو الفكره يعني؟ ليش برا مثلا ايه ونحن لا؟ بعدين في ملاحظه يعني صغيره بس انه احنا مثلا اجبرنا الانديه على اشراك لاعب صغير. انت بتشرك الانديه مثلا بموسم واثنين وثلاثه ماشي، بهالثلاث سنين المفروض تكون عملت حوالي 35 لاعب 30 لاعب اجبرتهم على اشراكهم، مش هيك؟ انا برايي هون كان لازم نوقف خلص، انا عملت جيل 30 لاعب بوقف كم سنه، لانه انت بتضل مع مستمر باجبارهم على على لا هذا حيلعب ولا هذا حيلعب صراحه، اللي حيلعب حيلعب على حساب اللي انت اعطيته فرصه بالاول، فما عم نستفيد بشكل كامل. يعني 3 سنين كافي 30 35 لاعب بنت جيل بتوقف لك كم سنه بتقعد ترجع، اذا العقليه تغيرت خلاص ما عادش ترجع له للقانون، اذا اضطريت تقعد ترجع له. فهاي المفروض هيدي الشغلات لازم انا برايي نلتفت لها، يمكن يكون في اراء احسن من هيك بس انا عم بقول يعني شو رايك بالاراء اللي كانت تاخذ على اشراك الاجانب بدوري الواعدين والانديه اللي وقفت ضده؟ انا ضد الاجانب بالاول فوق، يعني انا مش مع انا مش مع فكره الاجانب الاجانب بتعمل فريق بتعمل نادي منشأة او ملاعب بتيجي انت، الاجانب هي تكملة، هي شو عندي ناقص؟ هي اضافة. ايه طب انا اذا الاساس ما عندي كيف بدي اجيب اجنبي؟ وين بدي اعزز؟ انا اذا الاساس ما عندي كيف بدي اجيب اجنبي؟ عرفت علي كيف؟ يعني حدا بيجي بيقول لك والله ما هلا ببلاد برا كل العالم كلها الاجانب ما في بالدوري السعودي مقارنة ظالمة كمان. طب نحن اللاعب الاجنبي اول شيء اول شيء اذا شفت لاعب مميز وصعبة حيكون سعره عالي، وإذا جبته مميز مع الوقت على ملاعبنا على مستوانا حينزل، مثل ما اللاعب اللبناني عندنا بتلاقيه مميز مع الوقت بينزل مستواه لأنه اللعبة هي عم تنزل، فبالتالي هو حينزل. هاي شغلة. الشغلة الثانية إنه أنت وقت ما عم تكتر الأجانب عم تجيب أجانب على هذا المستوى الدوري، أنت مش عم تعترف بواقعك، أنت عم ترفض واقعك إنه أنا واقعي يا خي بتجيب أجانب شو بيضمن لك؟ انه بكره ما يحمل حاله يخاف يفل يعني اي اجنبي بيجي على البلد هون بهالظروف هالصروف بهالملاعب وبهالظروف لعيبه هربت مدرب هرب. طيب قال لي اي نادي ليش انا بدي كتر اجانب؟ قال لي اي نادي لعب 4 اجانب هالسنه؟ النجمه اللي اخذ البطوله ملعب ما يمكن يستفاد من واحد، مرات قليل لعب 2 وما النجمه انصار انصار يمكن على المستوى الفني ما استفاد الا من حجي مالك مزبوط باخر فتره هشام خلف لعبه، في لاعب كان يلعبه بديل ربع ساعه وإشاكا وإشاكا لا المصري هذا وإشاكا طيب والعهد كمان قليل ما استفاد من 4 جنب 2 او 3 ليه اروان كان يستفيد منه قدام قليل ما استفاد. طب وهول اذا عم نحكي عن الفرق المقدمه والصفا ما استفاد والبرج ما شفنا ما حدا لعب باربع اجانب واستفاد، لا بدي اخلي 4 اجانب 4 اجانب ولاعب فلسطيني هي 5 ولاعب اللبناني وين؟ شو بيعمل؟ شو بيعمل اللاعب اللبناني؟
صدقني اللي عم يلعبوا مش احسن من اللاعب اللبناني، بس انت اؤمن واوثق باللاعب اللبناني واعطيه فرصه بيلعب. اذا لعب اللاعب اللبناني، عفوا بدي اقولها، اذا لعب اللاعب اللبناني وعمل موسم منيح، اذا اجى السنه الماضيه قال له بدي هالقد، قال بينزعجه هذا، اللاعب اللبناني صار عم يتدلع، عم يطلب كثير. يا اخي شو هالمشكل؟ يتدلع على اللبناني، قصدي شو هالمشكل؟ ما هذا اللاعب، واللاعب انت لازم تركض لحتى تامن له، انت لازم تركض لحتى تامن له وتريحه. فما بعرف، انا برايي هدر من فرص اللاعب اللبناني. في موسم، حتى في موسم لعبنا بلا اجانب، موسم اللي كان بعد الكورونا، ما عم بقول لك بنلعب بلا اجانب، ما عم بقول لك نلعب بلا اجانب، بس انه بدي اعطي نظر. الموضوع مش بس انه انا اقول بدي اربعه وخمسه، يعني في عندي ما بنسمع اخبار مع الوقت، في عندي ما فيش مطارح تنيمهم للاجانب اللي بتجيبهم. صح، مظبوط ولا لا؟ صحيح، نكون واقعيين، نكون واقعيين. ما يعني ما بعرف، لعله قبل ما اخذ الفاصل الملاعب هذه الافه ما حتخلص شكلها، اكيد ما حتخلص، هذه بدها دوله. لانه عم شفنا هلا صارت البطوله عم تلعب ملعب جوني، ملعب انا وقت ما عم بحكي ملعب طرابلس هون، انا وقت ما بكون عم بحكي، انا بحكي جزء من هاللعبه وجزء من هالعائله، جزء من العائله اللي اسمها لعبه كره قدم، اتحاد وانت جزء من، نحن جزء منها، اكيد ما بدها، بدها الدوله. يعني هلا انت بتيجي بتتمثل بفرق بالدول الاوروبيه او العربيه او الخليجيه، ما هي دوله هي اللي عم يطلب ملاعب، مش هاي بدها او حتى عندي، لكن عندي مؤسساتيه، يعني عندي مؤسساتيه، مش مثل عندي مؤسساتي، ما انت مش جمعيات، انت بدون يعني جمهور، انت كيف تسوق لها اللعبه؟ يعني ما كنتش حابب كنت احكي بالموضوع، بس بدي احكي صار هلا اقوله قبل ما نطلع على الفاصل. صار بالباسكت هذيك اليوم اعلان، شفت المزاد اللي صار باسكت. شفت المزاد اللي صار؟ ايه، هيدا اهانه، وصلت ل 10 مليون دولار، هيدا اهانه قلنا لكل حدا بيتعاطى كره قدم. ايه اهانه قلنا حقيقه، ليش بده يكون بدون ما فيش جمهور؟ انا برايي انه ما فيش جمهور هذا موضوع بيتعلق بقرار انه هاي اللعبه ما لازم تمشي. صحيح نحن عم نغلط، وصحيح نحن لا نستحق، بس تحس انه في، صحيح نحن عندنا كثير، بتحس انه في شيء كثير اخطاء، وصحيح انه طبيعي، صحيح بس تحس في شيء مش طبيعي، في شيء مو طبيعي. ما كيف بدها تنهض اللعبه بدون جمهور، بدون جمهور، بدون حضور جماهيري، كيف بدون رعايه، كيف بدك تجيب اعلانات، بدون اعلانات رئيس النادي، وهذا النادي اللي بيحط مصاري بضخ، كيف بده يعوض شيء؟ كيف بده يعوض؟ لا جمهور بيحضر ولا اعلانات بتجي، طب كيف هيك؟ كيف اللعبه تمشي؟ زائد انه ما عندنا ملاعب، يعني في امور كثيره، يعني الامور صعبه شوي. خبرك خبريه حلوه؟ تفضل. هلا حنحكي بعد الفاصل عن اليورو وعن كوبا امريكا. اتكلنا على الله، هذه خبريه. فاصل وبنرجع بعده مع الكابتن جمال الحاج. مساء الخير مره جديده مشاهدينا الكرام الى القسم الثاني من برنامج بيروح رياضي، وبجد ترحيبي معي في هذه الحلقه بالكابتن جمال الحاج. كابتن جمال، اختتمنا بطولتين قاريتين من ايام قليله، اليورو بتتويج اسبانيا وكوبا امريكا بتتويج الارجنتين، والكلام كتير خاصه عن حاحكي بالكوبا انا وياك بالجزء الاخير، ولكن اسبانيا كان من الواضح من البدايه انه هي اكثر منتخب جاهز، رغم انه الاسماء اللي فيها ما عم نحكي عن نجوم صف اول، ما عم نحكي عن نجوم عندهم تاريخ باللعبه، حتى المدير الفني دي لافوينتي منه مدرب شو ولا معروف، لكن قدر بالمنتخب يوصل للمباراه النهائيه وكان هو افضل على مدار البطوله. من 10 سنين بال2000 من 12 سنه بال2012 ديل بوسكي اخذ مع اسبانيا اليورو، وقبله باربع سنين اراغونيس اخذ مع اسبانيا اليورو، وغابوا فتره طويله بين انريكي وبين عدد من المدربين اللي اجوا على منتخب اسبانيا. شو سر دي لافوينتي لحتى رد اسبانيا على صعيد المنتخبات، انه رد بسرعه على منصات التتويج، ما انه ترك 24 سنه مثلا ما توجت؟ هلا والله هو حقيقه كان مفاجئ المستوى اللي قدمه المنتخب الاسباني، ومفاجئ دي لافوينتي باللي قدمه. بالبدايه تاخر مستوى اللعبه، نرجع بنقول مش دائما انت بتكون الكل عم تشتغله صح، مقابل في منافسينك انت بيكون تاخر مستوى اللعبه، واحد منهم تأخر مستوى المنتخبات، خاصة المنتخب الفرنسي اللي ما أظهر حقيقته، المنتخب الإنجليزي كمان اللي كان متوقع أكثر، المنتخب الألماني يعني بيصير بخطى عم يتطور بشكل جيد، لكنه بشكل عام المنتخبات الكبيرة ما كانت بالمستوى، فبالتالي المنتخب إيطاليا، منتخب إيطاليا هو صاحب حامل اللقب، عم بيعاني ظهر بصورة سيئة جدا باليورو، وهذا أمر كمان كان مفاجئ. المنتخب الإسباني حقيقة حالة ينحكى فيها بتناقش، لأنه أنت عم تحكي عن منتخب فاز بكل المباريات بالوقت الأصلي،
عم تحكي عن منتخب عم يستحوذ، عم تحكي عن منتخب عنده الثلاثي اللي خلف موراتا صغار بالعمر، جمال ونيكو ويليامز ولا بيدري، واذا شلنا بيدري في داني اولمو صغار بالعمر، ثلاث لاعبين صغار. عم تحكي بالمنتخب ما في ولا نجم صف اول، ما في ولا نجم، عم تحكي بمنتخب قلب دفاعه بيتالف من لابورتي ونورماندي او ناتشو، ولابورتي عم يلعب بالنصر السعودي والوزن الزايد والبطء، كوكوريا وكارفخال وموراتا حتى قدامي ونفس. فبالتالي فابيان رويز عم يلعب اكتشفناه المستوى الرائع. فبالتالي السؤال انه انا برايي المنتخب الاسباني المدرب الحريه اللي اعطاها للاعيبته، اول شيء الاستحواذ، الضغط العالي، استعاده الكره بسرعه، عنصر الشباب والحيويه مع اللاعبين الخبره، لكن قلت لك بيشبه منتخب 2012، عمل مزيج نفس الوقت الحريه ونوعيه اللاعبين مهاره. يعني بتشعر انه تاسيس الاسباني غير، نوعيه التمرير فيه غير، التحرك بالكره وبدون كره غير، اللاعب بينزل بيلعب بدون ضغوط، بينزل بيلعب متحرر. هذا امر كتير مهم. ما اداه هن لعيبه فريق عنده منظومه وعم نحكي فيها الاستحواذ والضغط العالي واستعاده الكره، لكنه بتشعر اللاعب عم يلعب بمهاراته الفرديه ومثل ما بده بيلعب، ما عنده مشكله. بعكس الفرق الثانيه بتحس كانوا مقيدين، المنتخب الفرنسي كان مقيد، المنتخب الانجليزي كان مقيد. فبالتالي المنتخب الاسباني اللي قدمه بهالفتره هاي بنحكى فيه وبتناقش فيه ونموذج على انه كره القدم هي كره الاستحواذ، كره اللامركزيه، كره المهاره، كره المهاره وكره اللعب الجماعي والمنظومي والتحرر بالملعب، ما الانضباط الدفاعي والتكتيكي والقوه البدنيه اللي حاول يظهرها المنتخب الفرنسي والاخص المنتخب الانجليزي اثبت عدم جدوته. يعني انت مثلا كمان المفاجئ ساوث جيت، انا كنت بتوقع من ساوث جيت مع الوقت نلاقيه بشكل افضل انه ممكن يكون عم بجهز، لكنه واضح انه لا، ساوث جيت بيفقد الكثير حد الفكري. انا تفاجات كثير انه عم يلعب بتربيع شمال ب 4 2 3 4 1 3 1، ما في جناح ايسر. يعني ساكا على اليمين، هاري كين مهاجم، من هو الجناح الايسر؟ المفترض يكون فودن، بس فودن كان عم يضرب على نص الملعب مع مين؟ مع بيلينغهام ورايس وارنولد عم يلعبوا ارتكاز. طب هون انت بس بتكون عم تلعب هيك معناتها بدك ظهير يمشي على طول الخط، هو يروح يعمل محل جناح الشمال، كان عم يلعب تريبيا اللي بيلعب باجر اليمنى. عاد بعدين لعب لوك شو اللي هو شو كمان بطيء. فبالتالي التشكيل تكتيكيا، الرسم التكتيكي تاعه غلط، كان الادوار كانت خطا. كنت متوقع انه انا حتى بهذا التشكيل شوف انه لا والله عم يفكر بشيء حاضر، والله السيتي متاثر بجوارديولا، شايف افكار يفوت ووكر على العمق ويدفش ارنولد لنص الملعب وبيلينغهام يروح مهاجم تاني قدام هاري كين. لا، كل هالامور شفنا فريق عم يلعب بشكل كلاسيكي وناقص تكتيكيا، فكان مفاجئ موضوع المنتخب الانجليزي بصراحه. بالاضافه للمنتخب الفرنسي فرنساوي مع ديدي ديشان، ما بعرف اذا مشكله مدرب ولا مشكله لاعبين. لا اكيد المنتخب الفرنسي الاقوى بالعالم حاليا، هو الاقوى على مستوى الخطوط، على مستوى اللاعبين الافراد، على مستوى البدلاء، على مستوى النجوم، مفاتيح اللعب، على كل المستويات منتخب فرنسي هو الاقوى بالعالم. لكنه انا برايي انه تبع منهج واحد ديشان اللي هو التحفظ الدفاعي، ما خلى اللاعبين يعبروا عن حقيقتهم الهجوميه مزبوطه، خوفا من تلقي الاهداف، مع اعتماده الكلي على مين؟ على مبابي، كيليان مبابي اللي هو افضل لاعب بالعالم وهو يعتمد عليه. لكنه كيليان مبابي اصيب بدايه البطوله، فبالتالي تاثر على مستواه كثير. ما حدا يستهون بالقناع اللي كان لابسه، بأثر كثير على ادائه، ببطئ له رتمه، على خياراته، على قراراته. فبالتالي كل كان رهاناته على مبابي يعطيه دور كثير كبير، وبالتالي مبابي ما كان بالموعد نتيجه الاصابه. هل مبابي نتيجه الاصابه ولا نتيجه تفكيره بالريال بعد البطوله؟ لا لا، يعني الماسك ببطئ له ايقاعه. لعب بيميزه انه هو اسرع بالتفكير بالتنفيذ بالمهاره، اسرع من الكل، فبالتالي كان تفكيره بطيء لانه ماسك كره القدم هي وجاي طابش تعمل، بيقولوا هلا صارت كلمه متداوله جدا بعالم كره القدم، هي سكان، مش بس الطابه تشوفها، تشوف المحيط. هذا القناع بعتقد حدده كثير وقلل له من عطائه داخل المباراه. تتفق مع اللي بيقولوا انه هذه البطوله هي الأسوأ فنيا وتنظيميا؟
أسوأ فنيا؟ لا ما بعتقد، لا في كانت أسوأ منها في كان؟ آه لا بس كان لا ما كانت كتير سيئة يعني، في شفنا أمور حلوة، شفنا المنتخب السويسري، شفنا المنتخب التركي، شفنا المنتخب الألماني عم يتطور، المنتخب الألماني يعتبر عم يتطور بشكل كتير كبير، يمكن من سوء حظه انه واجه المنتخب إسبانيا الإسباني، لكنه منتخب عم يتطور، جمال موسيالا من أهم اللاعبين بالعالم، وبالإضافة لفيرتس و برأيك مباراة إسبانيا وألمانيا كانت تستاهل هي تكون مباراة نهائية بالبطولة؟ ايه صحيح، هن الفريقين الافضل يعني برايي كان لازم هن يكونوا وبالتالي اللي فاز من هالمباراة أخذ البطولة يعني. ايه صحيح صحيح، يعني هي كانت نهائي مبكر قبل الأوان. ايه صحيح، تنظيم اللي يعني هل زاد يعني الانتقاد صار أكثر هلأ مع صار كل العالم موجود على التواصل الاجتماعي وكل العالم يعني كان في انتقاد كبير لتنظيم الألمان وهذه البطولة؟ ممكن يكون صار بعض الامور، بس منا اثرت على الجدول، اثرت على الجدول الاسود، اثرت على البطوله، اثرت على المشاهد، انا مرات شفتها طبيعيه، ما هلا مرات انت عم تصوب وعم تسلط وعم تركز معهم للالمان، هذا شيء هذا تاني. شيء ثاني، لكن بطل مش عم نحكي، نحن صرنا رياضه هون عم نحكي غير شيء. ايه صحيح، لكن هي المباراه الوحيده اللي توقفت هي مباراه المانيا والدنمارك اللي صار فيها احوال جويه سيئه، والباقي كان ماشي طبيعي. بتصير كوبا امريكا الارجنتين برايك باقل المجهودات فازت بالبطوله، هي الوحيدة اللي كانت قادرة تربح بالمقارنة مثلا مع البرازيل يلي ودعت بدور ال 16 بدور الربع النهائي، النهائي مع كولومبيا ما كان يمكن برأيك هو نهائي مثالي لكوبا أمريكا، زيد عليها التنظيم الأمريكي والأحداث اللي شابت المباراة النهائية. لك من أصعب البطولات كوبا أمريكا، واللي أصعب منها بطولة، في بطولة أصعب منها بالعالم، بس تحكي عن صعوبة، مش عم نحكي عن الأفضلية، عن الصعوبات، إنك أنت تقدر تحرزك بطولة، هي افريقيا، بطوله افريقيا دائما البطوله اللي فيها قوه كتير واللي فيها ملاعب سيئه واللي فيها مستوى متدني من التحكيم وتنظيم وملاعب سيئه، كل هاي امور بتشكل لك بتعمل لك مشاكل وصعوبات بتواجهها خلال البطوله، فبالتالي من اصعب البطولات هي بطوله كوبا امريكا. شخصيه المنتخب الارجنتيني بعد الفوز بكاس العالم، الساعه اللي دخلت له للمنتخب خلته يؤدي بشكل افضل، عم يلعب مش هيك انت عم تشوفه انه عم يربح باقل جهد، لا انا شفته عم بحاول يقدم فوتبول افضل، وكان في ثغرات بالدفاع كتير، في كتير مباريات كان محظوظ ومارتينيز تالق بكتير من المباريات، فبالتالي لا كان عم يلعب بساعه اكبر، بالحافز بعده موجود، روح المجموعه الموجوده، الالتفاف حول المنتخب من ميسي مع رفقاته اللي عم ينضوا، يعني المنتخب الارجنتيني بيميزه عنده قائدين بالملعب وخارج الملعب، واللي بيميزه انه في اسباب اضافيه، في حوافز اضافيه، وجود ميسي مع هاي المجموعه اللي بتحبه واللاعبين اللي بيحبوه متعلقين فيه عم يعطيهم حافز ودافع اضافي لانه يقدموا اكثر، وميسي عم يعرف يتعامل مع هالشباب، عم يعرف يتعامل مع هاللاعبين انه يكون حدهم ومعهم والى جانبهم ويساعدهم، وهذا نموذج للاعب اللي بيعرف انه بس يلعب يعلي مستوى اللي حواليه، مش بس يكون هو اللي يلعب، هو يعلي مستوى اللي حواليه، فبالتالي الارجنتين كانت موفقه لحد ما وقدرت تفوز بالبطوله، وكان مسارها ما كتير صعب، رغم انه قدام الاكوادور بعتقد وصلوا لركلات ترجيح، ركلات ترجيح ومارتينيز عم يتالق، ولكن صحيح. حتى انه ميسي ضيع، ولكن صحيح ايميليانو مارتينيز هو اللي يعني انقذ الفريق، رغم انه ميسي اصيب بالنهائي لكنه الفريق كان ضل عنده الحافز، اصبح عنده شخصيه بعد كاس عالم الارجنتين، اصبحت افضل كفريق كثقه كلاعيبه بثقه بنفسهم وبامكاناتهم، فبالتالي قدموا بطوله جيده. منتخب البرازيل، هذا السؤال اللي بدي اسالك اياه، يعني البرازيل غائب من فتره طويله بكاس العالم، هلا بال 2019 اخذوا كوبا امريكا البرازيل، لكن المستوى يلي عم يقدمه المنتخب منه بيشبه البرازيل سابقا، ولكن اذا بدك تطلع على عناصر تلاقي كل عناصر بتلعب باهم الانديه باوروبا، ولكن لما يلعبوا مع المنتخب بيقدموا اداء غريب. شفنا كمان لقطه ما بعرف اذا شفتها كابتن جمال بركلات الترجيح يلي لعبوها وقدام الاورجواي، المدير الفني تبع المنتخب البرازيلي اللعيبه مش مكترسين فيه، يعني هن عم بيخططوا على البنالتيات وما حدا، شو الغريب، شو الحلقه الناقصه بالبرازيل لترجع للبرازيل؟ بالبدايه انا برايي المنتخب الاورجواني هو يمكن اول فريق كان بالبطوله مع مدربه بيلسا والمجموعه اللاعبين، من اول فرق بالبطوله. منتخب البرازيل عم يتعاني من مشكله كبيره، يعني مشكلة بتتعلق ببنية كرة القدم بالبرازيل، البرازيل وخلص وهجرة اللاعب على أوروبا،
وهجرة اللاعب على أوروبا، ودائما حلمه أنه هو يوصل ويلعب بقى بأكبر الأندية. لاحظ أنت أندريك بعد ما بدأ بالبرازيل انتقل على ريال مدريد، مظبوط. فبالتالي هون في مشكلة كبيرة، والمشكلة الأكبر أنه ما عم يعرفوا أي مدرسة بدهم يلعب، يعني تخلوا عن المدرسة البرازيلية. لاحظ العالم كله عم يتجه على كرة القدم الجميلة والاستحواذ والإمتاع، منه الإسباني والألماني. البرازيل أصبح سيستمهم ممل، صار أسلوبهم ممل، فبالتالي هن مصرين على مدير فني برازيلي، وهن بحاجة، مش موضوع المدرب، بحاجة لجيل، في جيل راح. أنا برأيي بعد 2022 في جيل مهم راح، خاصة على مستوى الدفاع ولاعبين الوسط. أكيد في هلا كسبوا فينيسيوس جونيور ورودريجو، لكنه خسروا كتير لاعبين الظاهرين مثل مارسيلو، مثل المدافع سيلفا. هول في جيل عم غاب، يعني راح، بدك تنطر جيل اخر، وبدك لاعب يطلعك على المنصه. هلا لهلا فينيسيوس جونيور ورودريجو ما بيقدر يطلعوك، كانوا على المنصه هلا بعده ما نضج كامل. هني كان عنده بال 19 نيمار، غياب نيمار، نيمار هو كان يطلع على المنصة، غياب نيمار أثر كتير على قبله، كان رونالدو الظاهرة يطلع على المنصة، غياب يعني رغم كل شيء، رغم انه نيمار لاعب مجرم بحق نفسه، لاعب نيمار اذا بدك تشيل ميسي على جنب بهذه الحقبة 15 سنة هو افضل موهبة اجت على بالعالم، لكنه منه ما كان بحق نفسه، جاي عنده دائما التحافز والاصرار، شخصيته ما خلته، يعني تخيل انت نيمار ما عامل افضل لاعب بالعالم بعد ولا مره. بالتالي ممكن فينيسيوس جونيور يحرز على البلندور، لكن المفارقه وين؟ في فرق كبير بالموهبتين، في فرق كبير. ممكن بهذا العمر فينيسيوس جونيور يحرز، ونيمار لهلا بعده ما احرز. فبالتالي نيمار هو من الناس اللي اثروا بحالهم كثير، وغيابه عن منتخب برازيل يعني برايي اثر كثير، لانه هو لاعب مفتاح، هو ممكن يكون الحل بكثير من الاوقات اللي بتكون عم يشهد فيها الفريق ظروف صعبه. وعليه المنتخب البرازيلي عنده مشوار طويل بعد الشغل، يمكن نشوفه مره جديده عم يرجع على منصات تتويج. صعب، ايه مشوار طويل، وبحاجه لجيل، بحاجه للعيبه، مش بس يعني مش بس بدك مهاجمين، بدك توليفه. انا برايي في نقص كثير بمراكز بالمجموعه. طيب اليوم مع انتقال كيليان مبابي لريال مدريد وانضمامه لفينيسيوس جونيور ووجود بيلينغهام بريال مدريد، ببرشلونة حاليا نيكو ويليامز تاني اولمو بعد متى مساره رسميا، ولكن خليني افترض انا وياك انه حسموا صفقة داني اولمو ونيكو ويليامز بالاضافة الى لامين يامال، كيف بتشوف المنافسة؟ حترجع منافسة بين ريال مدريد وبرشلونة بالكلاسيكو بوجود هيدي الاسماء اليوم؟ مرحلة كريستيانو وميسي خلصت، قطعناها وما بقى ترجع هيدي المرحلة. ما كان في شيء اسمه ميسي كريستيانو، رأيي يا خي انتم الاعلاميين انتم بالفيل الكلاسيكو موجود، لزوم التسويق، لزوم ما هذا الموجود، كان كريستيانو وميسي كانت هذه الحرب، هاي كانت الحرب، ما بتمرق معي انا. شايف حرب جديده بريال مدريد؟ لا، بريال مدريد، بريال مدريد وبرشلونه، يعني اذا شايف كلاسيكو يا برشلونة جديد يقرب هذا الموسم من ريال مدريد وينافسه، انجاز. ريال مدريد عم بيصير بخطى ثابته وشخصية قوية، وعندهم رئيس أهم من كل اللاعبين، عندهم رئيس مذهل حقيقة. أنت شفت التقديم لمبابي، كيليان مبابي رئيس بيشتغل بشكل فعال جدا وقوي، خي اسم ريال مدريد في سطوة له بأوروبا، مش بس بإسبانيا، في له سطوة، في له هيبة، فريق عريق له تاريخ طويل. مجيء مبابي مفترض، عالم مفترض يكرس ريال مدريد احقيته باسبانيا، يكرسها يثبتها، لانه مبابي هو افضل لاعب بالعالم حاليا. يعني هلا اذا بتقول مين لازم ياخذ افضل لاعب بالعالم؟ مبابي. شو مين احرز هالبطوله؟ ما بدك الامكانات، مين حي اللي بيملك؟ دكتور انور الاسبوع الماضي قال لي رودري، هو بده رودري ياخذ البالون دور، اختلفت انا وياه وقتها. هون عم تحكي عن الاداء وعن الانجازات، عم تحكي عن احنا بدنا اللاعب المتكامل اللي عنده مواصفات، بمر بمواسم عم نحكي كلاعب يستحق انه يكون وبيعلي هيدا الاسم البالندور، اذا بيحملها مبابي غير ما بيحملها رودري او مودريتش او لعيبه بالسنه ليجيبوا جولان، عم تعرف كيف؟ فبالتالي لا، مجيء مبابي تحدي كبير لانشيلوتي. كيف بده اندريك وفينيسيوس ورودريجو ومبابي وبيلينغهام؟ شفناه بلينغهام كيف عمل تغيير لطريقه اللعب وقدر وظف بلينغهام، صح، قدر الفريق. هلا بدنا نشوف مع مبابي
مبابي تحدي كبير. مبابي لانه بفضل الميلان على الجهه اليسرى بوجود فينيسيوس جونيور على حساب مين. واذا مبابي اخذ الدور اذا قدر يوظفه صح انشيلوتي معناتها بده يهيمن ان يكون النجم الاوحد كيف بدك تضبط غرف الملابس. بالتالي البالون دور حتروح لعند مبابي مباشره لانه هو بيملك الامكانات الاعلى، هو الاوفر حظا بهذا. واذا ما قدر يوظفه صح حتصير في مشاكل بغرف الملابس وكذا، فالامور معقده شوي. يعني بدنا نشوف انشيلوتي كيف يتعاطى على المستوى النفسي، على المستوى الذهني، على المستوى التكتيكي بالملعب، الادوار للاعبين كيف بده يوظفهم ويستفيد منهم. عوضنا ريال مدريد بادارته الصلبه بهذا المنظومه اللي عنده مع وجوده فلورنتينو بيريز، انه يمكن كان عنده قبل جالاكتيكوس يعرف يتعامل مع النجوم. وبدنا نشوف هلا برشلونه فريق عم بيرجع، عانى كثير من بعد ميسي، عانى كثير من بعد بارتوميو اللي دمرهم، رئيس دمر برشلونه. جاي جواو لابورتا بده وحطهم تحت ديون ومشاكل كبيره. هلا الفريق عم يرجع شوي. انا برايي تشافي كان ضحيه، اي مدرب كان حيجي بهذه الفتره اللي مرق فيها تشافي حيكون ضحيه. ولا فليك ممكن يكون ضحيه، ما بعتقد، بعتقد ظروفه احسن، اموره احسن. يعني الفريق بلش شوي، هل هي ظروف اذا قدر يجيب اولمو مروني بالنتائج كمان، ايه اذا قدر يجيب اولمو ويجيب نيكو ويليامز تغيرت الفريق بيصير، لكنه بعده بيعاني من بالخلف. يعني بالخلف في مشاكل بالفريق، بالدفاع وبحراس المرمى، وبتبقى كمان بترجع الامور النتائج بتقوي الشخصيه، بتعيد الثقه للفريق، وهني بحاجه لها. هلا ريال مدريد عم بيعيش بلحظات نشوه وهيك وهيبه كبيره وشخصيه قويه نتيجة العروض والنتائج الكبيرة اللي عم بحققها بالسنوات الماضية، فصعب الأمور. برأيك ريال مدريد كان يعني الموسم الماضي تتويجه بدوري أبطال أوروبا على حساب، خلينا نقول على حساب ليفربول بالمباراة، على ليفربول كان النهائي دورتموند النهائي الـ 22 كان على ليفربول، ولكن بدي أحكي عن مباراة السيتي. أنا بستغل الظرف وجودك لأحكي عن مباراة السيتي تحديدا، لقاء الإياب اللي كان بملعب الاتحاد وتقدم الريال ومن ثم عودة السيتي بالنتيجة بهدف لدبروني واتجاه المباراة نحو ركلات الترجيح. بهيدي المباراة برأيك قدر ريال مدريد فرض أسلوب على السيتي ولا ما كان عنده حل اللي أنه يلعب بهيدي الطريقة مع جوارديولا؟ لا من يعني أنا الشغلة الوحيدة، يعني المرة الوحيدة اللي انتقد فيها ريال مدريد ما لازم هيك ومش مقبول، مش مسبوح لريال مدريد. مين يعني انت عم تحكي ريال مدريد عم بواجه السيتي، كان لازم يطلع بالطابه، لا اقعد بداخل منطقه الجزاء بهالكثافه هاي والعب بهذا الاسلوب المدمر اللي ما المفروض المتابع يحضر هيك. خلاص انتهينا منه، هذا الفوتبول انتهى، ما ترجعونا له، هذا الفوتبول انتهى، مش مجدي فوتبول الدفاع وتوقف باص، هذا انتهى. ثبت كره قدم مش هيك، راح لكره قدم راحت باتجاه اخر، ما حدا يرجع له. ما يعني تعال نحكي بالسيتي وبالريال، ليش قيمة اللعيبة، قيمة اللعيبة، يعني لعيبة الريال أعلى، ليه بده يقعد الريال يخاف من السيتي؟ لعيبة الريال أعلى من السيتي، ما في نجوم صف أول بالسيتي، ما في نجوم صف أول. إذا بتيجي تحكي المنظومة هي عملتهم، برناردو سيلفا جريليتش، المنظومة هي عملتهم نجوم، هن عم تخليهم يأدوا، أكي أكانجي رودري بيلينغهام فينيسيوس جونيور توني كروس شاك كارفاخال رودريجو روديجر عفوا مودريتش، يعني ب ب ب ب ب في قيمه للاعب، ليه بده يلعب هيك؟ بعدين بدي اقول لك شغله، لانه انحكى كثير بهذا الموضوع انه والله ثبت انه هذه النظريه صح، مش صح. واحد واحد راحوا ضربات ترجيح صح، اذا بتتذكر بهذيك الفتره كان ريال دخل بلش الشك يدخل وكان في انتقادات لانشيلوتي شاك. بعد المباراة بعد ما فاز ريال مدريد الكل يعني أثنى على الفوز تاع أنشيلوتي، بس مش بشكل كتير كبير، وما حدا انتقد إنه السيتي ليش ظهر، بالعكس بالرغم خسارتهم أشادوا بالسيتي بالعمل اللي عم فيه جوارديولا صح، رغم الخسارة. ضربات ترجيح دائما خلينا نحن نكون الفنيين يحكوا بواقعية، الأداء مش النتيجة، الأداء المسار شو بيصير. ضربات الترجيح أضاع مودريتش كرة، رجع بالذاكرة مزبوط، أضاع مودريتش، إجت كرة لبرناردو سيلفا، لو تعامل معها بطريقة تانية
مع انه انا حبيته بين هلالين، بس هو بعالم كرة القدم المنطق اللي بيحكوا لو تعامل معه بطريقة تانية خيب جدية كان الستر، كان الستر بحول المباراة. شو كان نقال عن انشيلوتي؟ جبان، لعبنا طريقة لعبه خسر أداء قديمة وخسر يعني، وطلبوا بإقالة بلينغهام ورودريجو وفينيسوس كانوا بالكراب بخط ال 16 تاع ريال مدريد عم يدافعوا، كانوا دمروا، كانوا أقالوه، كان طلع موسم فاشل. كرة مفصلية. برناردو سيلفا بالمصطلح اللي ما عجبت كثير ناس او انه والله استهتر، انا بالنسبه لي حبيتها، لو تصرف فيها غير وفاز السيتي كانت الامور. بس ليش حبيتها؟ هي بالينكا كان المفروض يلعب هو بس ما زبطت. حبيتها لانه طلع معه اللاعب هيك يعمل مختلف. انا مختلف. مع انه اللاعب يعمل اللي ابتكار، ما يعيش مش ما يعيش الضغط، يحاول يخف عنه. طب زين الدين زيدان عملها بكاس العالم، نهائي كاس عالم 2006 حلو. طيب ضربه بالعرض فاتت وظهرت، كان ممكن ما تفوت. ايه كمان حلوه، ما مسي بكوبا امريكا سجل بارينكا وما فاتت، خلص اللاعب يلعب بتحرر. يعني الموضوع انا بقول لك حبيتها ليه، وانا حبيتها تسالني لحتى اقول هذا مش جديه واستهتار، لانه البعض بيقول استهتر، لا هيدا خيار، هيدا خيار، فكره من خارج الصندوق مطلوبه، ما منه مستهتر اللي بينفذ الكره، منه مستهتر، هيدا خيار مش استهتار. ممكن يلعب على اليمين، ممكن على الشمال، ممكن بالعالي، عملت شاب والحارس كان بالموعد، هيدا خيار، طلع معه خيار وخاطئ مثل اي خيار، بسدد ولا بلعب باص ولا بعمل تاكل ولا بعمل هيدنج بشوط على الزاويه، هاي خيار وكان خاطئ. هيدي مش هناك انا عم بقول لك. وبعدين الريال لعب مع البايرن، كان كيف شفتوا ماتش البايرن اللي بنص نهائي؟ كمان تعذب، ما كان اكيد، ما هي بطولات كبيره وهي بتعذب الشوط وبالمباراه الثانيه. انا مقتنع تماما، انا كلامي ما حيعجبك، انا مقتنع تماما انه ريال مدريد رغم كل شيء عم بيحكي عنه بشكل ايجابي على فكره ريال مدريد، انا بعرفك، انا بعرفك، انا مقتنع انه هو محمي، مقتنع انه هو منين. نتيجه اسمه وتاريخه وعراقته باوروبا وهذا الرئيس القوي والفاز فريق بعض الاحيان محمي، نادرا ما تشوف اخطاء عليه، اذا وجد اخطاء بيكون له مش عليه، اذا وجد سوء تقدير له مش عليه. انا مقتنع تماما انه هو محمي في كثير مرات، وهذا شيء من كمان بعض بسميه بالتكامل مع شخصيته او ما، فبس لا محمي يعني ريال مدريد وكل المباريات عم بيعاني، وما في فريق ممكن يحرز هيك ألقاب وبطولات إذا بعض الأحيان ما كانت بعض الأخطاء أو التقديرات لمصلحته. نظام جديد دوري أبطال أوروبا حيكون السنة الجاي، هذا الموسم حيبلش نظامه على المجموعات من دور 16 من بيرجع طبيعي مثل ما كان. بدي يعقدون لك، ما هيدي اللعبة، هيدي اللعبة الشعبية. إيه حتبطل يلا. هاي اللعبة الشعبية. اللعبة الشعبية مش بس للجمهور، انتبه. هاي اللعبة الشعبية مش بس للجمهور، كانت للاعب. اديسون ارانتوس دونا سيمانتو بيلا صح كان ماسح احذيه، بعدنا متذكر نحن وصغار نفتح المجله ماسح احذيه وتحول للاعب، مش هيك؟ كانت لعبه اللي عم بيحولوها للعبه ما نفهمها. يعني اذا تروح تحضر مباراه بدك تكون معك لابتوب وايباد وبتعرف بالتواصل وبتعرف تبعت ايميل وتحكي انجليزي، اذا تدفع حق مباراه، اذا تحضرها كيف اللي مش قادر يحضرها؟ كيف بده يجي يحضرها على التلفزيون؟ بدك قنوات مشفره، بدك تدفع مصاري، بدك والفيفا بعده والاتحاد عم ياخذك كمان على مطارح وبيكثف مباريات وبيغير جداول. ما بعرف هنا على كاس عالم 48 فريق، وهلا عندنا بطوله الدوري ابطال اوروبا حتكون ب امور ما بعرف 36 فريق بعتقد. انا شايفها الامور عم تروح تجاره كثير وبسبيل تسويق اللعبه، بس هذا التسويق اللعبه لازم يكون انت قادر تسوق اللعبه بالمستويات الفنيه العاليه بالتنافسيه الحلوه، مش بكره مع بس كثره مسابقات على حساب المستوى الفني. فلا هذه امور برايي الاتحاد عم يغلط فيها الاتحاد الاوروبي. كابتن جمال انا بدي اشكرك على هذه الحلقه الجميله والممتعه، ان كان محليا ولا كان عالميا، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا الكرام حنروح لفاصل، بعد الفاصل في عنا وقفي مع الأولمبياد، عنا كمان كأس العالم للأندية بنسخته الجديدة، وأيضا بطولة العالم بالفورميلا 1، وطبعا جائزة هنغاريا الكبرى. خليكم معنا.